وافتح علينا مغالق هذا العلم وكل علم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول الإمام عبد الله بن فضل الحضرمي في كتابه المقدمة الحضرمية: فصل. ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة، واتخاذها ولو إناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب، ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة، ويحل المموه بهما إن لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار. المؤلف هنا يتحدث عن حكم الأواني، وما دخل الأواني بالطهارة؟ دخلها أن الأواني هي وسيلة الطهارة. الطهارة تكون بالماء، ووسيلة حمل الماء الأواني، لذلك تكلم على الأواني لتعلقها بأنها وسيلة لحمل وسيلة الطهارة، وهو الماء أو التراب أو غيره من وسائل الطهارة. فقال: ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة. القاعدة العامة عندنا عند سادتنا الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح نهى عن الأكل في آنية الذهب والشرب أيضا بآنية الذهب والفضة. فالآن قالوا هذا النهي معلل، هذا النهي معلل، معلل أن المراد ليس مجرد الأكل أو الشرب بآنية الذهب والفضة، الأكل والشرب عبارة عن استعمال، استخدام، فقاسوا عليه جميع أنواع الاستخدامات الأخرى، فقالوا أي استعمال لأواني الذهب والفضة حرام، قياسا على حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وأمر آخر سبحان الله أيضا يؤيد كلام سادتنا الشافعية، أن الذهب والفضة كانت عبارة عن النقود تصنع منها، فكانت وسيلة النقد، وسيلة السك، فلو كانت هذه النقود وضعناها على شكل أواني، ملاعق، سكاكين، على شكل تحف فنية، لجعلنا هذا المال مكدس، أصبح مكنوزا. والأصل عندنا في الشريعة الإسلامية المال يسير في الأسواق، المال يتجر به، المال ينمى، لذلك وضع وكنز هذا الذهب والفضة على شكل آنية، على شكل ملاعق، على شكل كاسات ثناجين، فيه كنز حقيقة، وفيه هدر لهذا المال بعدم استعماله في أوجه النفع المتعددة. لذلك القاعدة العامة عندنا في الشريعة الأصل للإنسان أن يستعمل ماله، لا أن يبقى هذا المال مكدس في البيوت أو في البنوك، وإنما يستعمل حتى يولد فرص عمل جديدة فنقضي على ظاهرة الفقر في مجتمعاتنا. لذلك قالوا جميع أوجه الاستعمال للذهب والفضة كملاعق، كشوك، بعض الناس تضع شمعدانات فضة في البيوت، بعضهم تضع صحون من الذهب أو الفضة، بعضهم أشكال مزخرفة من الذهب والفضة، كلها محرمة. قال: إلا لضرورة، إلا إذا في أمر حقيقة يكون من باب الضرورة، كأن كان إنسان مثلا لم يجد إلا إناء ذهب أو فضة وكان بحاجة إلى استعماله، حاجة ماسة عندها، نقول بالجواز بأن لم يجد غيره مثلا. قالوا: واتخاذها، أي واتخاذه أيضا محرم. ما معنى الاتخاذ؟ معنى الاتخاذ أن تستخدمها في أي وجه من وجوه الاستعمال، كوضعها على شكل إن صح التعبير للزينة. الآن وضعها للزينة ليس استعمالا حقيقيا بمعنى أنا باكل فيها أو بشرب فيها. قالوا أيضا وضعها للزينة، الاستعمال هذا حتى وإن كان حقيقة مش استعمال مباشر أيضا هو محرم. لذلك اتخاذها بمعنى استعمالها المباشر أو استعمالها غير المباشر بادخارها، بمعنى وضعها في البترينات أو في مكان آخر لأجل الزينة، أو حتى مجرد الادخار، قالوا أيضا هو محرم. قال: ولو إناء صغيرا كمكحلة، حتى لو كان الإناء صغير زي اللي بيحطوا فيها الكحل، المكحلة اللي بيكون فيها، اللي بيضعوا فيها المرود ويستخدمونها للكحل، هذه المكحلة أيضا يحرم استعمالها كذهب أو فضة حتى للنساء، سواء للنساء أو للرجال. المباح للنساء موضوع الزينة، أن تكون حلي من ذهب، حلي من فضة. الرجال سادتنا الشافعية قالوا يحرم على الرجل استعمال أي زينة كانت إلا إذا كانت من الفضة وفقط للتختم، الإسورة أو السنسال أو غيره، هذا كله محرم من باب التشبه بالنساء. بل سادتنا الشافعية قالوا حتى لو الرجل استخدم خاتم من حديد أو خاتم من تنك
أو خادم من نحاس قالوا بالتحريم، وإن كان ذهب كثير من أهل العلم حقيقة إلى أن المحرم فقط الذهب والفضة على الرجال، وبعض سبحان الله المعاصرين يثبت لذلك نوع من الإعجاز العلمي. خلاصة قولهم بقولوا إنه الذهب والفضة، الذهب بالذات بالنسبة للرجال إذا استعملوا الإنسان قد يؤدي إلى أضرار جسدية، قد يؤدي إلى أضرار جسدية وتسمم من خلال هذا المعدن ألا وهو الذهب إذا استعملوا الرجال، بعكس المرأة ضمن آلية بيولوجية معينة لا تضرها أو لا يضرها استعمال الذهب كزينة. قالوا وما ضبب بالذهب، المراد بالضبة الحام. أيام زمان ما كان عندهم وسائل للحام، يعني إذا انكسر شيء أرادوا أن يقوموا بلحمه لم يكن عندهم وسائل زي عندنا اليوم، وسائل كثيرة عشرات الوسائل، فكانت أقل المواد تحتاج إلى حرارة للذوبان الذهب والفضة. درجة حرارة صهر الذهب ودرجة حرارة صهر الفضة متدنية، فكان بيستطيعوا بسهولة يصهروا الذهب أو الفضة يذوبوه ويستعملوه لأجل الحام، فكان يستخدم الذهب في اللحام والفضة في اللحام في عصرهم. في عصرنا اليوم حقيقة لم يعد ثمة حاجة لاستخدام الذهب والفضة في الحام، إلا الذهب نلحمه بالذهب والفضة نلحمه بالفضة، وهذا جائز اتفاقا. هم يتكلمون عن موضوع الحام أمور غير الذهب وغير الفضة، يعني لو إنسان مثلا انكسر إناء عنده، إناء ثمين مثلا، أيام زمان ما كان عندهم وسيلة لحام لهذه الآنية إلا الذهب أو الفضة، لو السيف شعر، لو مثلا طنجرة آنية من الأواني الكبيرة كانت حقيقة مصنوعة من حديد، لو شقت أو أصابها الصدى من جهة فأصبحت تسيل لم يكونوا يستطيعوا أن يلحموها بالحديد، لأنه كان درجة حرارة الحديد لأجل أن يذوب عالية جدا، فكان لحام الحديد ولحام النحاس وغيره أمر حقيقة غير متيسر، بل أمر صعب جدا. فأسهل وسيلة للحام في ذلك الوقت كان اللحام بالذهب والفضة، لذلك العلماء بحثوا حكم اللحام هنا وسموها التضبيب. التضبيب معناه الحام، أي أن شيء مكسور يمكن أن أستعمل هذا المادة الذهب والفضة في ردم وفي إغلاق هذه الفتحة الموجودة في أي شيء سواء كان معدن أو غير معدن. فالقاعدة العامة قالوا وما ضبب بالذهب أي يحرم عطفا، أي ويحرم ما ضبب بالذهب مطلقا، سواء كانت ضبة كبيرة أو صغيرة، كانت الضبة لحاجة أو لغير حاجة. لماذا يحرم؟ قالوا الآن عندنا معدنين، عندنا الذهب وعندنا الفضة، الإسلام حرم في الذهب تحريم كامل على الرجال، في الفضة أباح للرجال، إذن حرمة الذهب أشد من حرمة الفضة. إذا أنا احتجت إلى التضبيب إلى الحام وعندي محرم وهو الذهب وعندي أقل تحريما وهو الفضة، ماذا نقول؟ نقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن عندنا ضابط يقيد حقيقة هذه القاعدة، قالوا الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى لو كان عندي شيء أكثر حرمة وشيء أقل حرمة، الأكثر حرمة هو الذهب والأقل حرمة هو الفضة، ماذا أستعمل؟ قالوا نستعمل الأقل وهو الفضة، لذلك قالوا يحرم استعمال لحام الذهب مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة لحاجة أو لزينة. قالوا أما ضبة الفضة لحام الفضة فقالوا ولا يحرم ما ضبب، يعني ما لحم بالفضة إلا ضبة كبيرة لزينة. فقالوا إذا كانت ضبة كبيرة لحاجة فعلا أنت محتاجها، أو صغيرة لزينة، أو صغيرة لحاجة يحل، مع الكراهة طبعا إذا كانت ضبة صغيرة لزينة وليست لحاجة. قالوا أما إذا كان الحام كمية كبيرة، ضبة كبيرة، وكان هم بحاجة إلى هذه الضبة، قالوا يحل. بناء على أصل سادات الشافعية اليوم نقول بأنه يحرم التضبيب بالذهب والفضة، يعني الحام بالذهب والفضة لغير الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه في عصرنا اليوم يوجد عشرات الوسائل التي يمكن أن نستخدمها اليوم في عملية اللحام. الآن في عندنا مواد كثيرة درجة ذوبانها أقل بكثير جدا من الفضة ومن الذهب. اليوم عندنا وسائل معينة تخلطها باليدك وتصبح قوية كالحديد، عندنا وسائل الآن سائلة أنواع كثيرة من اللواسق، لاصق سائل بإمكانك أن تلحم به مثل هذه الأمور. إذن حقيقة
تطبيقا وتخريجا على أصلهم اليوم لم يعد ثمة حاجة للحام الذهب والفضة، الجواب أنه يحرم اللحام بالذهب والفضة لغير الذهب والفضة في عصرنا لوجود البدائل الشرعية اليوم. قال ويحل المموه بهما. ما معنى المموه؟ التمويه بمعنى اللي هو اللي احنا بنسميه اليوم المطلي. مموه يعني مطلي بالذهب والفضة. قال ويحل المموه يعني المطلي بهما بشرط. قال إن لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار. يعني لو جبنا صحن مضبب، صحن آسف مموه يعني محلى أو مزين أو مطلي بتعبيرنا المعاصر بالذهب أو الفضة، فعرضناه على النار، قال إن حدث من عملية الذوبان فصل للذهب عن هذا المعدن، والمفصول من الذهب أو الفضة كمية لها قيمة محترمة، يعني لها قيمة فعلا، قالوا عندها يحرم. أما إذا كانت الكمية قليلة جدا فلا يحرم. مثال ذلك اليوم، وقد سألت مختصين في موضوع الطلي، لو أتينا بصحن كبير من نحاس مثلا وأردنا أن نطليه بالذهب قد يحتاج إلى 2 أو 3 غرام كاملة، فحقيقة هذا الطلاء نقول عنه اليوم أنه محرم، لأنه الآن نستطيع حقيقة أن نفصل الغرامين أو 3 اليوم بسهولة عن هذا الصحن. لكن لو أتينا إلى أمور صغيرة جدا كالساعات مثلا، الساعات تجد كثير من عقارب الساعات أو من العلامات الموجودة في الساعات، أو تجد أحيانا كستك الساعة نفسه قد تجد مطلبي بالذهب أو مطلب الفضة، لكن لو عرضناه على النار اليوم حقيقة لا يخرج إلا كمية قليلة جدا، يخرج، لا أقول لا يخرج، لكن الكمية التي تخرج كمية مالها، كمية بسيطة، كمية بسيطة عند العرض على النار، فنقول هذا الطلاء للساعات إن كان طلاء قليلا لو عرضناه على النار لا يخرج منه شيء كثير، عندها نقول نعم يحل ويجوز أن تطلي ساعتك أو أن تطلي عقارب الساعة أو أن تطلي مؤشرات الساعة بالذهب والفضة. إذن ما الضابط وما الفيصل؟ الفيصل إن جئنا بهذا المعدن المطلي وذوبناه عرضناه على النار فانفصل الذهب عن الفضة وكانت كم الذهب والفضة عن المعدن وكانت الكمية منفصلة كمية لها قيمة يحرم، أما كمية بسيطة جدا ليس لها قيمة فلا يحرم. وحقيقة هنا ننبه على أمر أنه عند عملية العرض على النار وعملية التذويب جزء من المعدن هو الذهب أو الفضة يضيع في عملية التذويب أصلا، يعني لو وضعنا مثلا ربع غرام ولا 3/10 غرام ونصف غرام من الذهب أو الفضة ثم جئنا وعملية التذويب مع الحرارة العالية ومع عملية الفصل ستضيع كمية كبيرة أيضا من الذهب أو الفضة عند عملية التذويب، ولا تبقى إلا كمية بسيطة جدا، عندها نقول الطلاء بالذهب والفضة في مثل هذه الحالات اليسيرة جائز وهو حلال بإذن الله عز وجل ولا يحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن السواك في كل حل ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام، وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم، ولكل حال يتغير فيه الفم إلا للصائم بعد الزوال، ويحصل بكل خشن إلا إصبعه والأراك أولى ثم النخل، ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء، ويستاك عرضا إلا في اللسان، وأن يدهن غبا ويكتحل وترا 3/3، ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة، والمزوجة يدها والمزوجة يديها ورجليها بالحناء، ويكره القزع ونتف الشيب وحلق اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما. هذه مجموعة حقيقة من الأداب التي ينبغي أن نتنبه إليها ونأتي على شرحها واحدة واحدة. قال يسن، يسن يعني يندب، إن فعل الإنسان أجر وإن لم يفعله لا يأثم. قال السواك، والمراد بالسواك تلك الآلة التي تزيل صفرة الأسنان، وهنا ننبه على خطأ عند كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن السواك هو عود الأراك، هذا كلام غير صحيح. السواك في اللغة
والقرآن الكريم وحديث النبي يفهم وفق لغة العرب، يطلق على كل آلة وكل وسيلة تنظف الأسنان. لذلك فرشاة الأسنان اليوم شرعا تسمى سواك، فالذي يفرش أسنانه اليوم هو يستاك وهو مأجور. قال في كل حال، أي سواء في النهار في الليل قبل النوم بعد النوم، إذا استطاع الإنسان في كل حال أن ينظف أسنانه فهذا حقيقة من الأمور المحمودة. وقد دلل العلم الحديث اليوم على أهمية الاعتناء بنظافة الأسنان. الفم هو وسيلة دخول الطعام والشراب إلى داخل الجسد، وهذا الفم قد يكون مطهرا للإنسان وقد يكون مقبرة للإنسان، قد يكون هذا الفم وسيلة صحة وقد يكون وسيلة داء وبلاء ومرض. الإنسان عندما يأكل وتبقى بقايا الطعام بين أسنانه، عندما نأكل اللحم أو نأكل أي مادة من المواد تبقى بقية طعام بين الأسنان، لو تركتها دون تنظيف بعد ساعات سيؤدي إلى فسادها، تتعفن، الجراثيم والميكروبات ستتغذى عليها، ستصبح هذه المأكولات التي بين الأسنان عبارة عن مكب للنفايات حقيقة، لكنها مكبات صغيرة صغيرة الحجم، لكن في داخلها ملايين الميكروبات والجراثيم. لذلك لو فرضنا أن الإنسان أكل قليل من اللحم وبقي بين أسنانه ثم تحلل وتعفن وفسد، فكانت فيه ملايين الميكروبات والجراثيم، ثم بعدها شربت ماء أو أكلت طعاما، ماذا سيحدث لهذه الميكروبات والجراثيم؟ ستدخل إلى الجسد وستؤدي إلى كثير من الأمراض. إذن حقيقة اهتمام الشريعة الإسلامية البالغ بالسواك دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالصحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء. سبحان الله، عند كل وضوء 5 مرات وعند كل صلاة 5 مرات، أنت بتحكي عن 10 مرات في اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك، بل جاء في الحديث أنه كان لكثرة استياكه لا يحصرون عد السواك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حقيقة فائدة طبية عظيمة جدا. قال ويتأكد للوضوء، يعني أفضل مكان للسواك عند إرادة الوضوء. قال والصلاة، قدم الوضوء على الصلاة لأن الوضوء شرط للصلاة فيسبقها. لذلك عند الإنسان عندما يتوضأ ينظف أسنانه يسن أن يستك أو يفرش أسنانه، وعند إرادة الصلاة عندما يقف بين يدي الله عز وجل أيضا يسن أن يستك. لماذا؟ لأن الله عز وجل نظيف يحب النظافة. الأمر الآخر، الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات تتأذى من رائحة الفم، كما جاء في الحديث الصحيح كان النبي يكثر السواك فسئل قال إني أناجي من لا تناجون، يعني أنا بكلم الملائكة أنتوا بتكلموهاش. وفي حديث آخر إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما نتأذى منه نحن، نحن نتأذى من الرائحة الكريهة والملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. فإنسان رائحة سيئة، رقيب عتيد يكتب لك الحسنات وهو إيه؟ قرفان متأذي من هذا ذو الرائحة السيئة. لذلك سبحان الله فائدتها طبية وفائدتها علوية سماوية، أن الله عز وجل يحب هذا الإنسان النظيف، وكذلك ملائكته. هذا الملك عندما يكتب لك الحسنات أو يتابعك إذا كنت نظيفا قد أرحته في وظيفته، فإنه سيدعو الله عز وجل لك بالتوفيق والتيسير. قال رحمه الله ويتأكد، أي السواك للوضوء والصلاة لكل إحرام، يعني عند كل تكبيرة إحرام سواء كانت فريضة أو نافلة. تخيل لو إحنا جمعنا النوافل مع الوضوء مع الفرائض يطلع عنا في اليوم ما لا يقل، لو بدنا 5 مرات وضوء ما لا يقل بحدود قريب الأربعين مرة، ما بالك بأناس لا يفعلونها بالشهر مرة. قال وإرادة قراءة القرآن، الموضع الثالث إرادة قراءة القرآن الكريم. إذا الإنسان بده يقرأ قرآن كريم أيضا يسن أن يستك. الآن يريد أن يتكلم بكلام الله، كلام الله كلام قدسي، كلام معظم، كلام الله عز وجل كلام عظيم. هذا الكلام عندما أريد أن أخرج من فمي، هذا الفم لا ينبغي تأدبا مع الله، تأدبا مع كلام الله، أن يكون برائحة فم نتنة. الموطن الرابع قال والحديث،
أي عند قراءة الحديث، لأن الحديث هو من الله معنى، هو من الله معنى، من الرسول مبنى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما نص الأحاديث هو من النبي عليه الصلاة والسلام احتراما للمعنى، أيضا عند قراءة الحديث يسن أن يستاك الإنسان. الموطن الخامس قال والذكر، عند ذكر الله لا إله إلا الله استغفر الله أن يستاك الإنسان ولك مزيد أجر. يعني إنسان يذكر الله وهو غير مستاك، وإنسان يذكر الله وهو مستاك أجر بإذن الله عز وجل أعظم. الموطن السادس قال واصفرار الأسنان، عندما تصفر الأسنان ويتغير لون الأسنان يسن أيضا السواك. السابع ودخول البيت، إذا أراد أن يدخل إلى بيته ويقابل زوجته، لها حق هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء أن يجدوا من أبيهم أو من هذا الشخص الداخل من أخيهم أو يجد هو من زوجته هذه الرائحة الطيبة. قال والقيام من النوم، الإنسان عندما ينام فترات طويلة 8 ساعات و10 ساعات يحدث تغير بالفم، لذلك الأطباء دائما ينصحون بالاستياك والإنسان يفرش أسنانه قبل النوم. هذه الساعات الطويلة حقيقة قد تؤدي إلى تغير رائحة الفم. قال وإرادة النوم، لماذا قدم القيام من النوم على إرادة النوم؟ لأنه سبحان الله تكون الرائحة أكبر عند القيام من النوم، فقدم الأشد على الأخف. والقيام من النوم وعند إرادة النوم. قال ولكل حال يتغير فيه الفم، قال ما ذكروا سابقا كلها أمثلة، كل حالة يتغير فيها فم الإنسان، أحيانا قد يتغير من أكل شيء له رائحة نتنة كالثوم مثلا، البصل، واحد أكل ثوم، أحيانا بعض الناس البيض المسلوق بده يطلع مثلا على دوامه، بده يروح يصلي، بده يقابل الناس، هذا دائما دا يكون له رائحة سيئة. جميل الإنسان أن يفرش أسنانه أو أن يستك. قال إلا في حالة واحدة لا يسن السواك بل يكره، عند سادتنا الشافعية قالوا إلا للصائم بعد الزوال. ليه للصائم؟ قالوا لحديث كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تحفظون، لخلوف يعني رائحة إنتنا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم رائحة النتنة التي تخرج من فم الصائم هي عند الله أطيب من ريح المسك. الله عز وجل يبشر الصائمين. بعض الصائمين لا يحب الصوم، يتضايق من الصوم، لماذا؟ قال لك والله أنا عندما أصوم يخرج لفمي رائحة نتنة، رائحة سيئة، فلا أحب الصوم. نقول له أنت لا تحب هذه الرائحة، والناس قد لا تحب هذه الرائحة، لكن الله عز وجل في عليائه يحب الرائحة. لذلك الله عز وجل إن كان يحب هذه الرائحة فهي رائحة مطلوبة مرغوبة لا مذمومة. لذلك قالوا إن كان الله يحبها فإزالتها أمر مكروه. قالوا إذا إزالتها أمر مكروه. إذا أنت عندما أزلت هذا الخلوف الرائحة السيئة التي يحبها الله عز وجل، إذا أنت أذهبت أمرا مرغوبا. وإن كنت حقيقة في نظر الشخصي أقرأ الحديث حقيقة قراءة أخرى وأفهم فهم آخر غير ما فهم سادتنا الشافعية، أنا أفهم أن المسألة ليست أن الرائحة النتنة مطلوبة في الشرع، وإنما أفهم أن الله عز وجل أراد أن يخفف عن الصائمين الذين تخرج لهم رائحة فم كريهة بسبب الصوم، فالله عز وجل بشرهم قال لهم لا تتذمروا من هذه الرائحة النتنة ولا تقلقوا فإنها عندي أطيب من ريح المسك. فهو من باب التخفيف على هذا الإنسان وليس من باب طلب إبقاء هذه الرائحة. مثال ذلك من باب التقريب، ابنك مثلا بيلعب كرة قدم وقع على الأرض انجرح، تحكي له والله يا ابني أنا بحبك أنت بطل، هذا الدم اللي نزل منك هذا دم مجاهدين، هذا دم أقوياء، هذا دم بواسل، هذا دم الناس الجدعان الأقوياء. أنت حقيقة عندما تشجع على هذا الدم الذي نزف بسبب قيامه بجهد عضلي يدل على قوته، أنت الآن تخفف عنه ما يجد من هذا الدم الذي سال، أم تطالب بإبقاء هذا الدم،
أو زيادة هذا الدم؟ الجواب لا، أنا لا أطالب ببقاء هذا الدم ولا بإحداث دم ولا بزيادة دم، لكن أنا من باب التخفيف عليه أقول هذا دم إيه؟ هذا دم طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لمنه قال عن يد خشنة، هذه يد يحبها الله ورسوله، هل معنى ذلك إنه الأصل في العمال خشنوا إليهم أكثر لأجل إنه ربنا بيحب اليد الخشنة؟ لا، ليس هذا المراد حقيقة. المراد التخفيف عنهم، هذه اليد التي خشوشنت في سبيل الله الله يحبها، وليس المراد أن نبقي اليد خشنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن بالزيت وما شابه، وهذا الادهان يذهب إيه؟ يذهب هذه الخشنة الموجودة في اليد. إذن حقيقة هذا ليس من باب الطلب وليس من باب الإبقاء، وإنما من باب التخفيف على هذا الصائم. هذا ما أفهم الحديث، لذلك أقول لا يكره في وجهة نظر الشخصية، لا يكره للصائم أن يستاك وأن يفرش أسنانه في نهار رمضان. قال إلا للصائم بعد الزوال. لماذا قالوا بعد الزوال؟ قال إنه التغير غالبا لا يكون إلا بعد الزوال. ما معنى الزوال؟ أي بعد دخول وقت الظهر. الإنسان عندما يأكل في السحور يحتاج تحلل الطعام في أسنانه إلى وقت، إلى ساعات، لذلك غالبا لا تخرج الرائحة النتنة أو السيئة إلا بعد الزوال. في الشافعية قالوا لو كان أو استاك أو فرش أسنانه قبل الظهر ساعة 10-11-12 قبل أذان الظهر فلا كراهة. قالوا الكراهة تبدأ بعد الزوال لأن الرائحة التي يحبها الله تكون بعد الزوال، لذلك قيدوا بالكراهة دي بعد الزوال. وهنا ننبه على أمر كثير من الناس، سبحان الله، تستاك وهي صائمة. ننبههم على أمر، الأمر الأول أو أمرين. الأمر الأول إنه بعض أنواع السواك بيخرج منه بعض المواد وبعض الأجزاء المتكسرة من هذا السواك، بتعبيرنا العامي بفتول، تعبيرنا العام اليوم إحنا في بلاد الشام بيسموه بفتول، أي يخرج منه إيه؟ حبيبات أو كسور صغيرة. هذه لو ابتلعها الصائم عامدا يبطل صوم. الأصل عندما يستاك وخرجت ودخلت في فم، الأصل أن يقوم ببصقها. الأمر الآخر، كثير من الناس سألنا عن حكم الفرشات الأسنان في نهار رمضان على أصل سادتنا الشافعية قبل الزوال، هل هي مكروهة أو هل الإنسان لا يفرش أسنانه؟ الجواب لا، لا كراهة في ذلك. تستطيع أن تضع معجون الأسنان وأن تفرش أسنانك بشرط أن لا يدخل شيء إلى الحلق، وبشرط آخر إنه أن تخرج جميع هذه المادة من الفم، أن تخرج جميع هذه المادة من الفم. ومن كان لا يستطيع أن يخرج جميع المادة من الفم الأفضل ألا يفرش أسنانه في النهار، ويؤجلها إما عند السحور أو يؤجلها إلى الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحصل، أي الاستياك، بكل خشن. كل إشي خشن يزيل صفرة الأسنان يحصل به السواك، حتى فرشات الأسنان. قال: إلا إصبعه. عند الشافعية قالوا لا، الإصبع حتى الخشن قالوا لا يصح. قال لماذا لا يصح؟ قال لأنه لا يسمى سواك لغة. وإن كان الإمام النووي في المجموع، وأنا مع النووي في المسألة، قال إذا لم يجد إلا إصبعه فأصبع يسمى سواكا، ويسن الاستياك بالإصبع. وهذا حقيقة كلام النووي في المجموع، كلام طيب جدا. كثير منا سبحان الله عندما يتوضأ يشغل عن موضوع الفرشات الأسنان أو السواك، ممكن لا يتوفر عنده عود أراك، أو يشغل لأنه السواك يحتاج إلى وقت. يستطيع حقيقة أن يأخذ وأن يعمل بكلام الإمام النووي وأن يستاك بإصبعه يميناً ويساراً. هذا الإصبع إن كان خشناً يقوم إن شاء الله مقام فرشات الأسنان، وإن كان طبعاً يعني مش هيقوم بشكل 100%، قد يقوم بنسبة 20-30%، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يطهر هذا الفم بنسبة 20-30% أولى من أن لا يطهره أصلا. لذلك الإمام النووي قال حتى الأصبع يسمى سواكا، ويصح أن تستاك بإصبعك، والله تعالى أجل وأعلم. قال: والأراك أولى. بدأ الآن يفصل أفضل أنواع السواك. أفضل أنواع السواك الأراك. والأراك عبارة عن نبتة تعيش في الصحراء، بيأخذوا عودان منها من جذورها. هذا عود الأراك الذي نستعمله اليوم، هذا عبارة عن جذر نبتة بيطلعوه من الأرض وبقصوه. لذلك إذا حدا جرب الأراك عندما يكون غض طري، عندما يخرج من الأرض يجد فيه ميزات الجذور، يكون مالح مالح،
ويكون أيضا فيه لذعة، لذعة شديدة، حرقة، حرقة مع ملوحة، وفيه ماء طبعا، وهذا أمر مشترك حقيقة بين الجذور النباتات الصحراوية. فالأراك هو أفضل وسيلة للسواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بالأراك. والأراك علميا حقيقة ثبت له فوائد كثيرة جدا جدا، بعضهم أوصلها لأربعين فائدة طبية، يقوي الأسنان ويمنع التسوس ويشد اللثة، بل قالوا يقوي الذاكرة، بل في بعض الأبحاث له أثر على المعدة وعلى الهضم، بل بعضهم يذكر له آثار تتعلق بالجنس والقوة الجنسية. فالأراك له فوائد كثيرة جدا جدا، لذلك أنصح نفسي وأنصحكم باستعمال عود الأراك، خاصة إذا كان هذا العود يكون طريا، يعني يحتوي على المواد الأصلية الرئيسية. أما عيدان الأراك الموجودة وكثيرا ما تباع وتكون جافة، فتكون قد فقدت معظم فوائدها الصحية والطبية. قال: ثم النخل. المرتبة الثانية بعد الأراك في الفضل اللي هو إيه؟ النخل. قالوا إنه النخل سبحان الله يؤدي عمل الأراك بالضبط. قالوا: يستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء. قال: بيابس. ليه يابس؟ لأنه اليابس الخشن هو الذي يذهب صفرة وقلحة الأسنان. قال: ندي بالماء لماذا؟ الشافعية نظروا إلى الضرر الناتج عن الشيء الخشن جدا. لو وضعنا شيء خشن ولم نقم بتطريته بالماء سيؤدي إلى إضرار باللثة، لذا قالوا الأفضل أن يكون إيه؟ مندى بالماء حتى يطرو، يصبح طريا، ثم لا يؤذي لثة الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: ويستاك عرضا إلا في اللسان. كلمة عرضا قيل فيها كلمات كثيرة ومعاني كثيرة، لكن حقيقة أرى أن أفضل ما يمكن أن يفسر أو من يفسر كلمة عرضا اليوم هم أطباء الأسنان. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن نترك لأهل الاختصاص تفسيرها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الأسنان اليوم، الأطباء المختصين بالأسنان اليوم، يقولون أفضل طريقة لفرشاة الأسنان أن تكون عرضا، أي هكذا معنى عرضا، فوق لتحت أو تحت إلى فوق. وقالوا أفضل طريقة، ثمت عدة طرق لكن من أفضلها وأجودها، قال أن تقوم بفرشاة، تمسك فرشاة الأسنان أو السواك بزاوية 45 درجة هكذا، وتقوم ب النزول إلى أسفل، ثم تخرج، ثم ترجع هكذا هكذا، لا ترجع هكذا، أن تقوم بعمل فوق تحت بشكل مباشر. هذا الأمر يؤدي إلى إضرار وإتلاف بالغ باللثة، ويؤدي إلى تكشف اللثة. لذلك قالوا أفضل طريقة أن مثلا الجهة العليا هكذا، هذه الأسنان آتي بالفرشاة والمعجون أو بالعود الأراك هكذا زاوية 45، فقط الجهة العليا لوحدها أنزل ولا أرجع، أذهب ثم أرجع هكذا هكذا. الجهة السفلى العكس، أصعد صعودا ثم هكذا هكذا هكذا. مثال ذلك هكذا، وبالأسفل هكذا، أو ممكن على طريقة إيه؟ على شكل بأسلوب الدائرة، لكن هذا الأسلوب حقيقة هو أفضل أسلوب يقي اللثة من التكشف ويقي اللثة من أضرار اللثة. إذن هذا معنى كلمة عرضا. حتى أيضا في المنطقة الداخلية هكذا، المنطقة السفلية هكذا، وبقية جهات الفم. لماذا هذه الوسيلة؟ شوف سبحان الله، ديننا يهتم بالتفاصيل، يهتم بالتفاصيل. لماذا كان يستاك النبي عرضا لا طولا؟ كان استياكه حتى لا يؤدي ذلك إلى إضرار بالأسنان. تكشف اللثة هو من أبرز وأهم عوامل الإضرار بالفك عموما، التهابات الفك، وهذه الالتهابات إن أصبحت مزمنة قد تضر بتماسك الأسنان كلها، وتؤدي إلى سرعة تسوس الأسنان وعطب الأسنان وخراب الأسنان بشكل مبكر. لذلك فعل النبي بهذه الطريقة كان فيه تنبيه وفيه دلالة طبية جليلة وجميلة على اهتمام الإسلام البالغ بصحة الإنسان وبلثة الإنسان. قال: إلا في اللسان. اللسان قال بالعكس بيعمل طولا، بيعمل اللسان طولا. كان النبي حتى اللسان يستاك به. اللسان كثير من الأحيان قد
يتربى عليه أو ينمو عليه بعض الفطريات التي قد تضر الإنسان. لذلك حتى السواك يمكن الإنسان أن يأتي بلسانه ويقوم بتنظيف لسانه بعود الأراك أو بفرشاة الأسنان، لكن بطريقة فيها شيء من اللطف واللين لهذا اللسان. قال وأن يدهن غبا، يدهن يضع دهون، دهون يعني الكريمات بتعبيرنا العامي. زمان كان إيش عندهم يدهنوا؟ يدهنوا بالزيت، زيت الزيتون مثلا، أو بوسائل أخرى. إحنا اليوم عندنا معنى يدهن استعمال الكريمات، واستعمال الكريمات عموما كثير من الناس يعتقد أنه هذا أمر للنساء فقط، وهذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن، كان يضع يدهن بدهن جلده، لكن الدهان وإكرام الجلد أمر طيب، خاصة في الفترات التي يحدث فيها جفاف للجلد، خاصة مثلا في أيام الصيف الحار، في أيام الهواء الشرقي، في آخر الربيع، في غالبا ما تتكون في أيام الخريف، في أيام الخريف تشققات في الجلد، فيسن وأنت مأجور عليها أن تستعمل هذه الكريمات لليدين، للوجه، لأي مكان في الجسد من باب تطرية هذا الجلد وحماية هذا الجلد. قال وأن يدهن غبة، غبة يعني وقتا بعد وقت، أي بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. إذا وجد أنه والله جلده يديه بحاجة إلى هذا الدهان يدهن. لذا قالوا معنى غبة أي يدهن كلما احتاج من وقت إلى وقت. قال ويكتحل، أي ويسن، كما يسن أن يدهن يسن أن يكتحل. رجل أو امرأة وترة، يعني واحدة أو ثلاث أو خمسة الكحول، لأن فيه فوائد عظيمة للعين. فالإسلام سبحان الله اهتم اهتمام بالغ بأعضاء الجسد. لاحظ الفرشاة أسنان اهتم بصحة الأسنان واللثة، كونها عرضا اهتم باللثة، اهتم باللسان، بالوضوء اهتم بأعضاء الوضوء كما سنذكر إن شاء الله، اهتم أيضا بالجلد من خلال الدهان، اهتم بالعين من خلال الكحل. إذا لاحظ ديننا سبحان الله اهتم بصحة أعضاء الإنسان عضوا عضوا. قال ويقص الشارب، ما معنى يقص الشارب؟ هل المراد قص الشارب بمعنى أنه الشارب أحلق حلق كامل بحيث لا يبقى؟ لا، هذا كلام غير صحيح. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشنبه، وحملوا في عندي حوالي خمس روايات حقيقة متعلقة بالشارب، منها أحلقوا، منها قصوا، منها حفوا. فقالوا نحن نأخذ المطلق نحمل على المقيد والعام على الخاص. فأخص وأكثر ألفاظ الأحاديث الواردة في قص الشارب هو لفظ حفوا، حفوا من الحف. لماذا الشارب سمي شاربا؟ شوارب، لم يسميها شوارب؟ قالوا العرب عندهم كل شيء يضعون له اسم له رابط عقلي. قالوا الشارب سمي شاربا لأنه يشرب معك، الشارب بس أشرب، واحد بيكون شاربه طويل ويشرب بيشرب معه، بشرب مي بيشرب مي، بشرب برتقال بيشرب برتقال. فسمي الشارب شاربا لأنه إيه؟ يشرب. وهكذا كل بقية الشعور في الوجه، يعني مثلا هذه المنطقة تسمى عنفقة، هذه المنطقة في اللغة تسمى عنفقة. ما معنى عنفقة؟ قالوا عنفقة عبارة عن كلمة مركبة من كلمتين، عن حرف عن وفقة، فقة يعني فاقة يعني فقر يعني قلة، فعن قلة، عنفقة يعني عن قلة، أي الشعر في هذه المنطقة قليل لقلته سموه إيه؟ عن فقه يعني عن قلة، فالشعر فيه قليل. لذلك الشارب سمي شاربا لأنه يشرب. فقالوا كلمة حف معناها أن تحف، أي أن تقص هذه المنطقة التي عند الشفة حتى تظهر حمرة الشفة، يعني فقط هذه المنطقة أقصها. وهذا التفسير من سادتنا الشافعية يوافق العلم الحديث ويوافق أصل الوضع اللغوي. لماذا؟ الإنسان اللي عنده شوارب طويلة فرضا لو أكل لحم مثلا أو أكل أرز أو شرب عصير، فإن جزءا من هذا الطعام والشراب سيلتصق وين؟ بهذا الشارب. فإن تركه ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة فإن هذه المواد التي التصقت بالشارب ستتعفن وستفسد وستكثر فيها الميكروبات. فإذا جاء ليأكل شيء آخر فإن شيئا من هذه الميكروبات سيدخل مع طعامه التالي لأنه
سيضرب وسيقوم بالمس بهذه الشوارب فيدخل إلى جوفه فيؤدي إلى الضرر. إذن الجزء من الشارب الذي يؤدي إلى الإضرار بالإنسان هو هذا الجزء الزائد الذي ينزل نحو الفم فقط. لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام حفوا، الحف معناها قص الأطراف، الحف معناه قص الأطراف، فكان نص النبي عليه الصلاة والسلام نصا دقيقا، قصوا الأطراف. فالمراد بقص الشارب هنا فقط أن نقص هذه الجهة حتى نرى حمرة الشفتين، وليس المراد قص جميع الشارب. كثير من الفقهاء يقول يسن قص الشارب حقيقة، نحترم ونقدر هذا الرأي، لكن فهم سادتنا الشافعية هو الفهم الأقرب والأوجه للدليل وللعلم وللصحة، والله تعالى أجل وأعلم. قال ويقص الشارب أي يسن قص الشارب. قال ويقلم الظفر، تقليم الأظافر وهي من والواردة في الحديث خمس من الفطرة، فذكر قص الأظافر. لماذا قص الأظافر؟ لأنها تحتوي في داخلها في ثناياها تجمع الميكروبات والأوساخ فتؤدي إلى الإضرار بالإنسان عندما يأكل. قال وينتف الإبط، الإبط المراد به الشعر الذي ينمو تحت الإبط، فقالوا يسن النتف. قالوا النتف أفضل، حتى النتف يؤدي إلى إضعاف هذا الشعر فيقل نسبة نموه مرة أخرى. أما الحلق فهو أيضا سنة، لو إنسان حلق شعر إبطه قد يكون قد أتى بالسنة، لكن الحلق مشكلته أنه يقوي الشعر ولا يضعف الشعر، لذلك حقيقة نسبة النمو تبقى إما نفسها أو قد تزداد مع كثرة الحلق. لذا قالوا النتف لشعر الإبط أفضل من حلقه، وإن كان النتف والحلق كلاهما مسنون بإذن الله. قال ويزيل شعر العانة، شعر العانة هو الشعر الذي ينمو حول الأعضاء التناسلية، عندما يبلغ الإنسان من علامات البلوغ يبدأ الشعر ينمو حول الأعضاء التناسلية عند الإنسان ذكرا كان أو أنثى، فقالوا أيضا يسن أن يزيل هذا الشعر. لماذا أيضا صحيا وطبيا؟ هذه منطقة لا يصلها الضوء أو الشمس، لذلك كلما زادت رطوبتها أكثر حقيقة، كل وغالبا ما تزداد رطوبة بسبب الإنسان عندما يستنجي ويدخل إلى بيت الخلاء، غالبا ما تكون محل لانتشار الميكروبات والجراثيم والفطريات فتؤذي الإنسان. لذلك ديننا ركز على حلق هذه المنطقة من الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. ويزيل شعر العانة، العانة المراد بها هنا الشعر الذي ينمو حول الأعضاء التناسلية للذكر وللأنثى، حول القضيب وحول العضو التناسلي للمرأة. قال ويسرح اللحية، يسرح يعني يقوم بالتمشيط، التسريح اللي هو التمشيط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بلحيته وتسريح لحيته. قال ويخضب الشيب، يخضب الشيب، الشيب في هذه اللحية يخضبه، المعنى الخضاب الحناء، فالمراد بالخضاب أن يحني هذه اللحية أو يصبغها، وعبارة عن نوع من أنواع الصبغ، أنه يصبغ اللحية. قال ويخضب الشيبة بحمرة أو صفرة، الحمرة اللي بتكون الحنة تعطينا اللون الأحمر، والصفرة كان عندهم نوع من أنواع كالعصفر، نوع أنواع النبات يصبغون به لحاهم، فتظهر لون اللحية أقرب إلى الصفار أو صفار على لون البرتقالي تقريبا. والسادة الشافعية حقيقة ممن يحرمون الصبغ بالسواد، ويستدل بأدلة كثيرة، منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق، عندما جاء للنبي في فتح مكة وشعره كأنه ثغامة بيضاء، الثغامة نبات صحراوي شديد البياض، فقال النبي غيروا هذا أي لون الأبيض واجتنبوا السواد، فقالوا يحرم على الإنسان أن يصبغ بالسواد. وإن كنت سبحان الله في رأيي الشخصي حقيقة أرى أن الصبغ بالسواد لا يحرم، لأن الحديث الوارد حديث معلل، حديث الوارد حديث معلل، النبي قال غيروا هذا ولم يعمم، وكلمة هذا أشارة تفيد الخصوص ولا تفيد العموم. الأمر الآخر أن هذا الرجل حقيقة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ شعره وهو أبو بكر الصديق في فتح مكة، تقريبا على الأقل عمره كان في الثمانينات،
لأن أبو بكر الصديق كان في ذلك الوقت في نهاية الخمسينات عمره، فكان أبو قحافة عمره تقريبا بالثمانينات. تخيل إنسان ثمانيني العمر يصبغ شعر رأسه وشعر ريحته بالسواد، هذا من خوارق المروءة، أقل ما يقال في مجتمعنا. والله الختيار مولدا، الختيار متصابي، الختيار مخرفن. لذلك يظهر حقيقة أن المانع كان ممن لا يليق بمثله أن يصبغ بالسواد. يعني إنسان يعني جاوز 50، جاوز 60، جاوز 70، بعد 50، هذا إنسان طبيعي جدا الشيب يشيع في رأسه. لكن ممكن إنسان مثلا قول في 30 من عمره، في 20 من عمره، بعض الناس سبحان الله يعني يشيع ويشتعل الرأس شيبا وهو مبكر في العمر. لو أراد أن يصبغ السواد في وجهة نظر الشخصية حقيقة، وكثير طبعا الفقهاء القدماء حقيقة قالوا يحل ولا يحرم. الحالة الأخرى التي يحرم الصبغ بالسواد حالة التدليس. بعض النساء بيكون شعرها فيه كثير من الشيب، أهلها هكذا، يعني أمر وراثي، فعندما يأتي الخطاب تصبغ بالسواد، فهذا من باب التدليس ومن باب الغبن ومن باب الغش والخداع. الأصل أن تبين لهذا الخاطب إذا وافق على الزواج منها: يا فلان أنا في شعري كثير من الشيب وأنا أصبغ، حتى لا يكون هذا من باب إيه؟ من باب الكذب على هذا، على هذا الخاطب. أما في غير ذلك فيحل ولا بأس. وإن كان المعتمد عند سادتنا الشافعية قالوا يحرم مطلقا الصبغ الخضاب بالسواد. قالوا: والمزوجة يديها، أي تخضب يديها، يعني بإمكانها إنها تحني أو تصبغ يديها ورجليها بالحناء. كثير من العادات الموجودة خاصة في الخليج العربي، في اليمن عند الزواج تصبغ يديها، تصبغ ساقيها من باب التجمل والتزين لزوجها في ليلة دخلتها. هذا أيضا حقيقة من الأمر المسنون. والقاعدة العامة: كل أمر يمكن للمرأة أن تتجمل به لزوجها إن كان حلالا فهو أمر مطلوب ومرغوب شرعا. وحقيقة هنا نوجه رسالة لنسائنا، أنه للأسف كثير من النساء لا تقوم بعمل المكياج، الحمرة، البودرة، التزين، أجمل الثياب، إلا للأسف في الأعراس والحفلات للنساء. وهذا الزوج المسكين الذي قام بشراء أدوات التجميل وشراء اللباس بمبالغ طائلة، حقيقة المسكين لا يرى هذا اللباس الجميل ولا يرى هذه الزينة الجميلة إلا عندما تريد زوجته أن تخرج إلى عرس معين أو إلى حفلة معينة. فلتتق الله نساءنا ولا يتبرجن تبرج الجاهلية للأجانب. وإذا أردنا أن يتزين للنساء فقط فليتركنا لهذا المسكين الزوج شيئا من هذه الزينة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره القزع. القزع عند سادتنا الشافعية مكروه وليس محرم. قالوا: ما معنى القزع؟ قال: القزع أن تحلق بعض الشعر وتترك بعضه، يعني حلق كامل وتترك بعضه كامل، كما يفعل بعض الناس اليوم اللي بسموهم بعض الناس بالهبز. الآن المارينز إن كان بمعنى حلق كامل للشعر كما يفعل بعض الناس، حلق هذه المنطقة كامل ويترك جزء في نصف الرأس، هذا أيضا مكروه، وذهب كثير من أهل العلم إلى حرمته. لكن حقيقة بعض الناس يقوم بتخفيف الشعر وليس حلقه، يعني هذه المنطقة بيخففها بشكل كبير ويبقي شعرا، وهذه المنطقة تكون أكبر، هذا ليس مكروها ولا محرما، لا مكروه ولا محرم. المكروه عند الشافعية والذي حرمه كثير من الفقهاء أن تحلق حلق كامل للشعر وتترك بعضه. أما ما يفعل اليوم كثير من أولادنا أو كثير من الشباب يقوم بتخفيف جهة وجهة تكون نسبتها أكبر، هذا ليس محرما ولا مكروها ولا يسمى في اللغة قزع، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لو إنسان أراد حلق كل شعره هل يسمى قزع؟ الجواب لا، الحلق كل الشعر لا يسمى قزعا ويحل ولا يكره. قال: ونتف الشيب. نتف الشيب مكروه. الشيب سبحان الله ما من إنسان كما في الحديث يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة. أن تشيب في الإسلام شيء جميل،
شيء طيب. الشيخ ما شاء الله معظم رأسه والشيخ شيب، تقول هذا إيه؟ قد نمت هذه الشيبة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك الإمام النووي شو بقول؟ بقول والله لا يبعد أن نقول بالحرمة، ولا يقول بالحرمة، بس بقول من باب يعني شدة النكير على من ينتف هذه الشيبات، قال لا يبعد يعني من باب إنه يعني أحب أن أقول إيه؟ أن أقول بالحرمة. قال ولو قيل بتحريمه، حتى الإمام الشافعي قال ولو قيل بتحريمه لا يبعد، ولا يقول بالتحريم، لكن قال لو قيل بالتحريم لشدة الكراهة الواردة في هذا الأمر. قال ويكره القزع ونتف الشيب وحلق اللحية. حلق اللحية عند سادتنا الشافعية في المعتمد مكروه وليس محرما. جماهير العلم المعتمد عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة، وهو قول الإمام الشافعي في الأم بالمناسبة، ورجح جمع من الشافعية كالإمام ابن زياد والأذرعي والحليمي والقفال والشاشي، كثير من علماء الشافعية قالوا حلق اللحية محرم شرعا، والذي يحلق لحيته كامل آثم شرعا. لكن المعتمد عندنا عند الشافعية وما عليه متأخري الشافعية وجمهور الشافعية قالوا حلق اللحية مكروه، وفي قول سادتنا الشافعية سعة. كثير من الناس اليوم يشدد النكير على من يحلق لحية، يا فلان اتق الله أنت آثم، يا فلان اتق الله قد ارتكبت جورا وإثما وكبيرة من الكبائر. قل له يا سيدي أنا مقلد للسادة الشافعية، المعتمد عند السادة الشافعية، عشرات آلاف العلماء على مر الأعصار في شتى الأمصار والأقطار قالوا حلق اللحية مكروه وليس محرم. وإن كان سبحان الله الأصل في الإنسان المسلم، الأصل في الإنسان التقي، حتى وإن قلنا بالكراهة وإن سرنا مع سادتنا الشافعية، الأصل بالإنسان الملتزم أن يظهر شعيرة الالتزام، شعيرة التقرب إلى الله، شعيرة تقليد النبي عليه الصلاة والسلام، السير على نهج السلف الصالح وعلمائنا الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين. كانوا يطلقون إيه؟ كانوا يطلقون اللحى. فإطلاق اللحى حقيقة لا شك أنه أمر مندوب مرغوب، وأحكام اللحى كثيرة حقيقة، منها على سبيل الاختصار للتطويل، ما حد اللحية طولا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث صحيح أبدا مقدار طول اللحية، لكن ثبت أن الصحابة كانوا يأخذون منها. منهم ما صح عن ابن عمر إنه كان بمقدار القبضة ويحلق ما دون القبضة، ففعل الصحابة حقيقة على جواز الأخذ منها يدل على أنه ليس المراد بأحاديث النبي أرخر لحى وأطلق الرحى المراد إطلاقها مطلقا دون أن تأخذ منها، وإنما المراد إطلاقها مع تهذيبها، وهذا أمر متفق عليه في المذاهب الأربعة. بل حتى الإمام مالك ابن أنس قال من كانت له لحية عظيمة لا يهذبها، يعني لحية مش مرتبة ومنظرها سيء، قال يعزر، يعني منجيبه ممكن نحبسه ممكن نضربه نبهدله، إذا عندك لحية ينبغي أن تكرمها لا أن تهينها. لكن سبحان الله فعل سيدنا ابن عمر فيه إشارة، لأنه أكثر الناس كان تقليدا للنبي، أكثر الناس كان تقليدا للنبي سيدنا عبد الله ابن عمر، حتى من شدة تقليده للنبي مكان سير النبي كان يحب أن يضع الخطوة على الخطوة، مكان قضاء حاجة النبي كان يقضي حاجته في مكان يذهب ليقضي حاجته في نفس المكان، إذا نام في مكان كان يذهب لينام في ذلك المكان في طريق السفر في الحج أو العمرة. فأكثر الناس اقتداء بنبي سيدنا عبد الله بن عمر، فيحمل والله تعالى أعلم على أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت بمقدار القبضة، يعني بمعنى قبضة وبعد القبضة بإمكان الإنسان إيه؟ أن يحلق. هذه أفضل طول للحية، فأفضل طول للحية بمقدار القبضة، يعني ممكن أن نمثل ما شاء الله كثير من المشايخ الجالسين ما شاء الله يعني تقريبا بمقدار إيه؟ القبضة، والقبضة تختلف من رجل إلى رجل، نقول بمقدار القبضة. لكن لو إنسان سبحان الله أطالها أكثر من القبضة هو مأجور، وهذه سنة. لو حلقها أقل من القبضة الجواب هو محقق لنص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان إنسان طول لحيته مثلا نص سنتي أو سنتي أو اثنين سنتي، هل يعتبر قد أتى بأصل السنة؟ الجواب نعم، لأن جميع الأحاديث الواردة في اللحية هي ألفاظ مطلقة، أعفو
أرخو وغيرها من الألفاظ مطلقة. ما معنى لفظ مطلق؟ أي لو أتينا بأقل ما ينطبق عليه هذا اللفظ نكون قد أتينا بأصل السنة. مثال ذلك، لو قلت يا شيخ أحمد أخرج لي من جيبك نقودا، الآن كلمة نقود تطلق على دينار وتطلق على دينارين وعلى 100 وعلى 1000 وعلى 2000. الآن نقود، الدينارين نقود، العشرة نقود، 100 نقود. كلمة أرخو أو أعفو هذا إعفاء، والأقل منه إعفاء، والأطول منه إعفاء. إذن أصل الإعفاء يتحقق بأصل إطلاق اللحية. فما ضابط اللحية؟ قالوا ضابطها عرفي. بمعنى إذا الناس قالت والله فلان ملتحي، إذن هذا صاحب لحية. لكن بعض الناس ممكن يترك لحيته يوم أو يومين دون أن يحلقها. لو سألنا الناس فلان ملتحي ولا شو بيحكوا لك؟ لا والله فلان له يومين مش حالق اللحية، هذه لا تسمى لحية. لذلك قالوا ضابط اللحية ضابط عرفي، أن تقول الناس إن فلان ماله ملتحي، بمعنى أن تظهر له في العيان شيء يطلق عليه الناس في العرف لحية. وكلما طالت اللحية كلما زاد طولها باتجاه القبضة كلما كانت أسن، وكلما قلت عن القبضة كلما قلت السنية وقل الأجر. لكن أصل تحقق الواجب عند الجمهور وأصل تحقق السنة عند الشافعية هو مطلق الإرخاء، وهي قاعدة لغوية وقاعدة أصولية، أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتي دليل التقييد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا وقال أرخوا، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قط أنه حدد مقدار اللحية، مع ما تواتر وتوافر عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم. فهذا دليل على أنه ليس المقصود الإرخاء المطلق وإنما مطلق الإرخاء. فثمة فرق بين الإرخاء المطلق يعني ما صفهاش نهائي، وبين مطلق الإرخاء يعني أطلعها بما يصح أن يطلق عليه في اللغة أنه لحية. على كل هذه بعض أحكام اللحية، واللحية هي ما نبت على اللحيين فقط، هذه لحية. وأما شعر الخد فليس من اللحية، لو إنسان حلقه لا يعتبر من لحية ولا يعتبر آثما. وشعر الرقبة ليس من لحية، لأن اللحية في اللغة ما نبت على اللحيين، هذا العظم اسمه لحي وهذا العظم اسمه لحي. فاللحية أصلا في اللغة تفهم في لغة العرب ما نبت على اللحيين، فمن يحدد لحيته بالقص من هنا ومن هنا لا يكون آثما عند الجمهور، ولا يكون قد ترك السنة عند سادتنا الشافعية. قال والمشي، أي ويكره المشي في نعل واحد، واحد لابس الإجر اليمين ومش لابس الإجر الشمال يكره. ليه؟ فيه إيذاء للقدم، فيه إيذاء للقدم أول، الأمر الآخر ممكن يؤدي إلى سقوطه. قال والانتعال قائما، يعني هو واقف يلبس البابوج أو الكندرة أو البوت. ليه؟ قال لأنه لو رفع إجره وبقي على رجل واحدة يمكن أن يسقط، يمكن أن يسقط. فقال يكره أن ينتعل أو يلبس الحذاء وهو واقف. والله تعالى أجل وأعلم. بهذا نكون قد أتينا على مقاصد كلام المؤلف في الصفحات السابقة، نكتفي بهذا القدر. وبإذن الله عز وجل إن أحيانا الله عز وجل ليوم الثلاثاء القادم سنبدأ وسنشرع في أحكام الوضوء وسنبدأ بأركان الوضوء. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم.